لطالما أصبح قصر سيئون معلما وحضارة تروى، أصبح الآن حضارة وإرثا ينهار يوما بعد الآخر في جدرانه وأسطحه وبعض الأسقف بسبب تساقط الأمطار الغزيرة خلال الأشهر الماضية دون أي تدخل ملموس للحفاظ على أضخم المباني الطينية في العالم. تعرض هذا القصر إلى يعني هبوط، وهبوط مستمر يحصل ولكن ضئيل جدا، إلا أنه بعض الأضرار بعض الأمطار التي تستمر لوقت طويل كانت تؤثر على الأساسات، حيث تتشرب هذه المياه في الأساسات، ومع ثقل المبنى يحصل هبوط لبعض الجدران وتتشقق بعضها، وهناك فجوات في بعض الاتجاهات للقصر وخصوصا في الجهة الشمالية الغربية، وهذه المنطقة تحتاج إلى علاج أو معالجة جسيمة. وللأسف الشديد إمكانيات الهيئة العامة للآثار ضئيلة جدا ولا تساعد على ترميم هذا المبنى. ويتربع القصر على صخرة عملاقة يبتسم للمدينة الطويلة وسكانها بجماله وتناسقه وكبره، لكنه يخفي ألما بين جدرانه وزواياه الممتدة لأكثر من 600 عام على الرغم من عمليات الترميم المستمرة. تمت بعض أعمال الصيانة له قبل سنة ولكن لا تكفي، يحتاج إلى صيانة مستمرة هذا المبنى، كونه هذا المبنى أعظم المباني التاريخية في العالم من بنية من الطين. قصر سيئون المقر السابق لحكم سلطان الدولة الكثيرية والمتحف المفتوح حاليا واحد من أهم المعالم الشهيرة، يقف شامخا رغم رياح الإهمال التي تعصف به ليروي ألما آخر من آلام الحرب الدائرة في البلاد وتضرر المعالم الأثرية والتاريخية منها. شفت في المتحف صور القدماء والزراعة وأشياء كثيرة، ونتمنى هذه الحضارة تبقى شامخة على هذا الوطن. هذا القصر يحتاج له ترميم، يحتاج له رشوش، يحتاج له صيانة من الدولة، مفروض تهتم به لأنه إذا سقط هيانة على الدولة، هيانة على البلاد. يعني هذا آثار ضروري الدولة تقوم بها بأي وسيلة تهتم بها، ويحاولون يرممونه من شان تم الآثار تذكر لليل هذا الجديد. ما هم عارفين الآثار، لا هم دارين بالآثار، لكن إذا تمت هذه الآثار بيعرفون أنه في آثار قامت من هكذا وكذا السنة. الكتلة الطينية الأولى في العالم في خطر محدق حال عدم الاستجابة بسرعة الترميم، خاصة أنه بات آيلا للسقوط في أي لحظة، لا سيما أثناء هطول الأمطار المستمرة لأساساته المتضررة. فهل سيلقى قصر سيئون دعما لترميمه والمحافظة عليه؟